السلام عليكم البنات، اليوم بغيت نشارك معكم هالطبق هذا اللي هو ديال الحوت، سمك الشطون او اللانشوفا، كل واحد وكيفاش كيسميه على حسب المنطقه ديالو. وهذا الحوت هذا باش نتعرفوا عليه، هو كيشبه السردين بزاف، غير هو كيكون رقيق على السردين، السردين كيكون شويه عريض عليه، والسردين تيكون فيه البشير ديالو وهو لا. والطريقه ديال التنقيه ديالو سهله بزاف، يكفي اننا كنحيدوا له الراس ديالو مع داكشي اللي كاينه في الاحشاء ديالو وصافي، ما كنحتاجو نديرو ليه حتى شي حاجه اخرى. تابعوا معايا باش تشوفوا جوج طرق اللي انا معتمداهم في طريقه اصطياب هاد الشطون هذا. الاولى غنديروا الطاجين، وفي المرحله الثانيه غنديروا الشطون مقلي. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في الطاجين، جوج مطيشات محكوكين، معلقه ديال مركز الطماطم، شويه ديال القزبر ومعدنوس، الملحه، ثومة، شوية ديال الكمون، فلفل أحمر، وشوية ديال الهريسة حسب الذوق، والزيت طبعا. المقادير اللي عطينا ديال شخص واحد أو شخصين، يعني طاجين صغير. كنحطو مطيشة محكوكة، كنزيدو عليها معلقة ديال مركز الطماطم أو لا صلصة ديال الطماطم أو لا مطيشة ديال اللاطا. المطيشة هادي كتساعد أنها تعطيه واحد الذوق بحال داك الحوت اللي تيكون في البواط اللي تيتباع، هذا علاش كنحتاجوها. كنزيدو شويه ديال الهريسه حسب الذوق طبعا، شويه ديال الفلفل الاحمر، راس ملعقه ديال الكمون، وشويه ديال الثومه. كنراعيو كما قلنا انه مقدار ديال شخصين، يعني طاجين صغير، معلقه صغيره ديال الربيع، قزبر ومعدنوس. كنخلطوهم مزيان قبل ما نضيفوا ليهم الحوت، كنخلطوهم هما مزيان مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا. من بعد كنضيف واحد شويه ديال الملح، مع مراعاه ان ديك الصلصه ديال المطيشه راه ديجا كان فيها الملحه، وحتى الحوت من طبعه انه مالح، الاصل ديالو مالح، يعني كنحاولوا نديروا كميه قليله ونستمروا في التحريك. هنا كنجيبو الحوت ديالنا بعد ما نزعنا له داك الشوكه الدخلانيه ديالو، وكنبداو نحطوه في الطاجين ديالنا بهذه الطريقه هذه، يعني كنستفوه وحده 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 وحده. شوفوا ها حنا سالينا تحضير الطاجين ديالنا، ما احتاجش منا واحد الوقت كتير، وكنحصلوا على واحد النتيجه هائله في المذاق. انا كما كتشوفوا ما كنديرش الزيت في الاول باش العطريه تدخل لي في الحوت، داكشي علاش كنخليه هو اخر مرحله. وهنا كنزيد واحد شويه ديال الماء، يعني قياس نص كاس ديال العنبه ديال الماء، فكافي انه يطيب فيه هاد الشطون ديالنا اللي ما كياخذش حتى في الوقت ديال الطياب ديالو مده طويله. من الفوق كنكبوه من الفوق. اللي كيحدد كميه الزيت هي كميه الحوت اللي عندنا والحجم ديال الطاجين اللي حنا دايرين. وكنردوه على البوطه على عافيه مهيله، والمده ديال الطياب ديالو ما كتعداش نص ساعه، من 20 دقيقه حتى نص ساعه. وبالنسبه للشطون المقلي ما كنحتاجو له في المقادير حتى شي حاجه، من غير الملح فقط، الملح اللي كندير ليه، وهاد شويه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر انا كنضيفو للدقيق باش كنخلطو معاه، ومني كتقلى الحوت كيعطي واحد اللون زوين، اللون احمر للحوت. ومني كنوصل لمرحله القلي، اما كندوزوه وحده بوحده في الدقيق وكنحطوه في المقله، اولا كنهزو الكميه كامله كنديروها في الدقيق كامله مع بعضياتها، وهنا كنحتاجو كميه ديال الدقيق اكبر. طلعنا نتيجه مزيانه وما يتلصق ليناش الحوت مع بعضياته. خليكم معايا تشوفوا الطريقه.
قال لنا اخر مرحله من بعد ما كنساليو الحوت كامل كنكونوا دوزناه في الدقيق، كندوزوا لمرحله القلي. القلي كنستعملوا زيت يكون مسخن مزيان على درجه حراره متوسطه. Thank you.